أظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية تقدما بفارق كبير للمرشحين الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي عن باقي المتنافسين. هذا وتستمر عمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت أمس الأحد، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية مساء الغد. وكانت الهيئة قد أعلنت أن النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات فاقت 64%. صناديق الاقتراع في تونس أفصحت عما فيها، خسر من خسر وفاز من فاز. هيئة الانتخابات لم تعلن عن النتائج الرسمية بعد، عمليات الفرز والتدقيق مستمرة. المؤشرات الأولية جميعها تؤكد أن حسم الرئاسية يحتاج لجولة ثانية، جولة فاصلة بين الحقوقي المنصف المرزوقي وشيخ السياسة المخضرم الباجي قائد السبسي. المشهد في تونس كان واضحا، يعني المشهد هناك قطبان كبيران لهم آلة دعائية، لهم أيضا حملة انتخابية كبيرة، لهم أيضا إمكانيات مادية، وبالتالي فأعتقد أن هذه النتائج كانت في عمومها منتظرة. نور الدين المباركي المحلل السياسي والكاتب الصحفي لا يرى أي نفع للبرامج الانتخابية للمترشحين في جولة الإعادة. في الجولة الثانية أعتقد أن النقطة الرئيسية سوف لن تكون البرنامج الانتخابي، سوف لن تكون الشعارات الانتخابية، إنما ستكون قدرة كل مترشح على ضبط تحالفات مع الكتل الانتخابية التي انسحبت من الانتخابات الرئاسية. اليوم على الأقل الكتل التي حصلت على نسبة معينة ونسبة محترمة من الأصوات، نذكر الجبهة الشعبية التي ترشح السيد حمد الهمامي وحصل على نحو 10% من الأصوات، أيضا الاتحاد الوطني الحر السيد سليم الرياح الذي حصل على نحو 9%، أيضا كتلة التيار المحبة السيد الهاشمي حمدي الذي تحصل على نحو 5%. هذا طبعا إلى جانب حركة النهضة. حركة النهضة إلى حد الآن لا يوجد قرار نهائي، ربما سيجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة قريبا ويحدد موقفه. المراقبون في تونس لا يستبعدون دورا حاسما للشباب خلال الجولة الثانية بعد أن مثل عزوفه عن المشاركة في العرس الانتخابي النقطة السوداء لهذه التجربة الديمقراطية. طالي برشا من الشباب ما مشاش وعزفوا على صندوق الاقتراع على خاطر ما عندهمش برشا ثقة معناها في البروسيسوس تاع الانتخاب، ومن طرف ما زاد اللي يبخلوا بخصام خنصيب كانوا يقولوا صوته ماهوش يبدل شيء. المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس تؤكد المرور إلى جولة ثانية، جولة من المنتظر أن تكون في النصف الثاني من الشهر المقبل، جولة تجمع بين الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. فلمن ستكون الغلبة؟ رضا البغدادي، الجزيرة، مباشر مصر، تونس. وينضم إلينا مباشرة من تونس الزميل رضا البغدادي مراسل الجزيرة مباشر مصر. رضا، يعني ما هي أهم النتائج الأولية ومتى ستصدر النتائج النهائية؟ نعم، هذا بالضبط السؤال. أن هنا في تونس إلى حد هذه الساعة، يعني حوالي 7:30 بالتوقيت المحلي، متى ستصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس؟ نحن متواجدون في المركز الإعلامي وسط العاصمة تونس في انتظار هذه النتائج. المؤشرات كما سبق وأن أشرنا قد أكدت تفوق كل من الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بنسب ربما توصف بالكبيرة عن باقي المترشحين، إلا أن النتائج الدقيقة ويعني كامل التفاصيل المتعلقة بباقي المترشحين لم تصدر إلى حد الآن، قد تصدر يوم غد الاثنين. على كل، معنا الضيف السيد مراد بلمولي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سأحول سؤالك مباشرة إليه. يعني سيد مراد، متى يمكن أن تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس؟ والله احنا بصدد تجميع النتائج على مستوى الهيئات الفرعيه ونسق التقدم انجاز الاشغال هذه وتجميع النتائج هذه على مستوى الهيئات الفرعيه، شهد تقدم ملحوظ وفي نسب مرتفعه. نامل من هنا الى هذا المساء ان تكون جل النتائج على الاقل من مكاتبنا في الهيئات الفرعيه وصلت. نامل كذلك انه غدا صباحا في كل الأحوال أو في الظاهرة في أقصى تقدير أن نقدم النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
جيد. أيضا في نفس السياق عملية فرز الأصوات، لربما هناك يعني بعض التسريبات تقول قد تقدمت بأصوات كبيرة، هناك انتهاء في عديد من الدوائر من عملية فرز الأصوات. لو تطلعنا يعني بصورة عامة عن هذه العملية، ما هي الدوائر التي تمت فيها عملية فرز الأصوات؟ ما هي الدوائر المتبقية بالضبط؟ نسبة عدد الدوائر التي من تقدمت فيها الأشغال الفرز بشكل كبير وانتهت عملية الفرز على مستوى المحاضر والعد في حدود 20 دائرة داخل الجمهورية من جملة 27 دائرة. يبقى أنه الإجراءات التثبيت والتدقيق للمطابقة في جملة المعطيات تأخذ بعض الوقت نوعا ما. نأمل من هنا إلى منتصف الليل أن نتحصل على جانب الأوفر إن لم نقل جميع النتائج من هيئاتنا داخل الجمهورية إن شاء الله. طيب سيد مراد، أنتم ما لا تريدون التصريح به وما تحصلنا عليه نحن كصحفيين من تسريبات لربما من بعض المؤشرات تؤكد أن هناك لربما تقدم لمرشحين بارزين عن باقي المترشحين، يعني هناك الحديث عن جولة إعادة. إذا ما كانت جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في تونس، متى تكون بالضبط؟ هذه الجولة متوقفة على جملة من الفرضيات والمعطيات. الفرضية الأولى هو عدد الطعون، هل أن سنكون لنا طعون في النتائج الأولية لهذه الانتخابات من عدمه؟ ثانيا، وإن وجدت هذه الطعون كم عددها؟ لأنه هذا عنده تأثير على أجل البت. وكما تعلم أن الدستور يضمن حق التقاضي على درجتين، هل أن المتقاضين سيقتصرون على دور أول أم دور ثاني؟ فكل هذا من شأنه أن يؤثر. فكان كلما كانت عدد الطعون أقل، وكلما تم الاقتصار مثلا على الفرضية أنه طور أول في عوض طور ثاني، يمكن أن نختزل الأجال تكون في حدود مثلا 21 ديسمبر. أما إذا كان العدد الطعون عدد كبير واستغرقت القضايا طور أول وطور ثاني، فلا محالة نكون في إزاء تنظيم انتخابات دورة ثانية في على مستوى 28 ديسمبر. يعني المهم من ذلك حسب القانون التونسي أنها لن تتجاوز هذا العام، يعني هذا إكراه دستوري ومشينا فيه وقانوني أنه يجب تنظيم الدورة الثانية في موفى هذه السنة. لاحظنا سيد مراد، حتى أختم معك هذه المداخلة، لاحظنا يعني المراقبون المحليون أو حتى الأجانب هناك إشادة يعني عملية تنظيم الانتخابات في تونس، وهناك تحسن مقارنة بالانتخابات التشريعية التي كانت منذ أقل من شهر. تعليقكم على هذه النقطة؟ هذه النقطة لأنه يجب الإنسان أن يستفيد من تجربة، ولو أنه كان الهامش زمني قصير للهيئة بين الموعد الأول للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، لكن حاول أن تستخلص الدروس بسرعة وتحاول تدارك العديد الهينات التي تم تسجيلها، وهذا ما أشاد به خاصة المراقبون سواء الدوليين والمحليون درجة الفاعلية للهيئة وردة الفعل في وقت وجيز لتجاوز وإدخال جميع الإصلاحات الضرورية لتدارك وتحسين جودة الانتخابات وأداء الإدارة الانتخابية. شكرا لك سيد مراد على جميع هذه التوضيحات. إذن يبقى السؤال هنا في تونس متى يتم الإعلان الفعلي عن نتائج الانتخابات، ونبقى ننتظر الإعلان عن هذه النتائج. مراسلنا في تونس رضا البغدادي، شكرا لك.